لانه الحقيقه انه لسه كنت بتكلم على المحليات من شويه وبقول انك كل ما كلمه اوبس اللي بتسمعها كتير دي غالبا بتبقى متعلقه بالمحليات. وزير التنميه المحليه الحقيقه دكتور احمد زكي بدري كان ليه تصريح مهم امبارح، اتكلم فيه عن 90 ماده من قانون الاداره المحليه، قال انه تم الانتهاء من مناقشتهم من اصل 120 ماده، يبقى ناقشنا 90 ماده من اصل 120 ماده من قانون الاداره المحليه بالتعاون مع مجلس النواب. واضاف كان في مؤتمر صحفي امبارح، أضاف زي اللي حضراتكم شايفين جزء من لقطات منه دلوقتي، إنه القانون الجديد بيوضح المفروض التعامل طبعا مع اختصاصات الإدارة المحلية ودور كل قيادة والمجالس المحلية وسلطتها الرقابية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية في المحافظات والمدن والقرى. ووضح كمان إنه قد يتم الاستعانة بالانتخابات المحليات بالمحافظات خلال أسابيع، وإنه في حالة الانتهاء من قانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية قبل نهاية العام الجاري ده يعني ممكن ده يحصل. وأكد إنه جلسات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بتعمل بشكل دوري للانتهاء من قرار من إقرار القوانين. دي كمان كانت نقطة مهمة جدا. يبقى خلصنا 90 مادة من أصل 120 مادة من قانون الإدارة المحلية. يا مسهل يا رب.